مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا نغفر. السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كديرين مع صحاب؟ اخباركم؟ كدرتوا مع الصيام والشهوات والاجواء ديال رمضان؟ الله يجعله خير وبركه علينا يا ربي، امين. وراه تبارك الله، راه دابا وصلنا للنصره، بقى لي والو الصراحه. انا والله الا ولفت بزاف، ولفت الاجواء اصلا رمضان، سبحان الله الاجواء ديالو ممكناش ما كاينش بحالها زعما بالنسبه للايام العاديه الاخرى. الجو ديالو يا سبحان الله متميز، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. اليوم بغيت ندير الفطور ديالي، واخا ما نطش بكري عجزت لي ما كنت شي عيانه هادشي علاش. بغيت ندير فطور، بغيت نشاركو معاكم فطور وسحور في نفس الوقت، نشاركو معاكم ان شاء الله. وهذاك الشيء علاش قلت لا اجي نفتح الكاميرا ديالي، راه توحش نفتحها. اجي نديرو نهضروا شويه مع بعضياتنا، واخا ما فاش نهضر معكم بزاف. المهم انا ندوز الفطور ان شاء الله. انا غندير معكم هنا واحد الشوربه ديال الطاطا والبره، كتجي غزاله غزاله. المهم انا درت هنا شويه تاع الدجاج، كيجي معها غير الدجاج، مع شويه تاع الدجاج، مع شويه تاع الصدر، وشويه ديال العظيمه. غادي نزيد الزبدة، غادي نزيد عليها الزبدة، درت الزبدة، غادي ندير الملحة، نحرك، وغنزيد واحد شوية ديال الزيت، ديال الماء الإيطالي، نحرك. راه ناقص عليها البوطه، راه زدت عليها شويه الزيت. غنزيد دابا بورو، درت فيها جوج بصلات، جوج بروات، ها هما جوج بروات، قطعتهم قطع رقيق شويه، ماشي مغليظ مرقيق. غنضيفهم عليها وندير عليها الماء طيب، وديك الساعات نخليها تشحر. ونزيد عليها تا البطاطا. صافي هنايا شحرت البصله و غنخليهم يتشحروا مع حزر واحد شويه، ودرت لهم الملحه والزيت والزبده، غندير واحد شويه ديال السكنجبير. صافي هادشي اللي كان في العطريه. صافي غنخليهم يتشحروا واحد شويه مازال، ونبقى نحركهم باش ما يسقوش ليا في الكوكو. وغنزيد عليهم الماء طيب، هاو كاتب عندي هنايا. وملي نزيد الماء طيب نزيد عليهم البطاطا. ها هي البطاطا ديالي، حاولوا تكثروها شويه حيت هي الشوربه ديال البطاطا كتسمى، ديال البطاطا والبره، والدجاج هو اللي كيجي معاها. حنا ما عمرنا درنا فيها اللحم، ديما كنديروا فيها غير الدجاج. صافي هادشي. وغادي نديروا اليوم كسكسو، يوم الجمعه نديروا كسكسو. اليوم ما كاين لا خبز معمر لا خبز مشحر. صافي هنايا تشحر عندي هاد الدجاج والبرو، غنزيد الماء وطبق. صافي دابا غادي نزيد عليه البطاطا، نزيد عليه البطاطا اللي مقطعه ديجا عندي. صافي هي زدتها هنايا، وغنخليها طيب عندي، غنجهد لها شويه البوطه مع كنت ناقصها عاد شحال. ايوا حطها طيب ان شاء الله ونرجع لكم. كما شفتوا هنايا راني سديت عليها،
نخليها تصفر عندي واحد شويه حيت خاصني الوقت باش تبرد ليا ونطحنها. داكشي اللي سديت عليها. هنا عندي قطعت البصله رقيقه، راني رديت اللحم، دايرين اللحم ديال الجمل يا لاله الكسكسو. وصافي ما غاديش نوريكم المراحل، غير بغيت نشارك معكم وصافي، ما نوريكم الطريقه لا والو، حيت اي وحده راه كتعرف دير كسكسو على الطريقه ديالها ولا الطريقه ديال والديها. غنوريكم دابا البرمه. وها هو معايا، درت البصله، هذيك البصله غير صغيره اللي كنزيدها، درت واحد البصله شويه مويه لهنايا، وزيت العود باش يدي الزيت ديالي سيور، الملحه واللحم خلاص صافي. هذا الشيء اللي غادي ندير، والخضره صافي ديال الطعام. هنا راه عندي اللحم ديال الجبن، شحطت العشيه ديال البصله وزيت العود وزيت السيور والملحه، صافي هذا الشيء اللي درت. وزدت عليهم واحد نص مطيشة، غندير لهم دابا التوابل اللي ما عندي طايب هنايا صافي. وغندير الخضرة الأخرى. أنا هنايا مجيتش باش نشارك معاكم الكسكسو، الكسكسو كلشي كيعرف لي ديرو، أنا غير بغيت نوريكم راه زعما درنا كسكسو من الجمعة. المهم هنا عندي راه طابت وبردت ليا، أنا دابا ها هي راه طابت، غنحيد هادوك العظيمات ديال الدجاج باش نديرها الطحن ليا صافي. راه دفات ما بقاتش سخونه كما كانت باش ما تخسرش ليا الماكينه صافي. وغادي نطحنها ونوريكم كيفاش كتجي في الاخر، والله الا درتوها والله حتى بنينه زعما. راه هادشي راه كنديرو كديرو الوالده ديالي الله يخليها ليا، وكديرو اختي حتى هي ديما ديما ديما، وانا مره كنديرها. ولكن اليوم قلت اجي نديرها فهاد رمضان وغنخرج منه حتى نولو حدقه ان شاء الله. ان شاء الله انا حدقة، انا كنت معجزة بصراحة بصراحة. صافي هنايا راه طحنتها، شتو كي كتجي يا سلام، ما نقول لكمش على الريحة ديالها شحال غزالة. المهم راه البصلة ديال البرو هي اللي كتجي معاها فقط، راه ما كتجيش معاها البصلة الاخرى، هي اللي كتعطيها واحد لوكو غزال صافي. صافي هيا وجدتها، بقى لي غنسخنها ونحطها في السلايف ديالنا ونحطها على المائدة. انا غير بغيت نشاركها معكم، قلت دايرها دايرها نشاركها معكم حيت زوينه بزاف، واللي جربتها مقاديرها قلال بساط وسهله في التحضير، سهله في التحضير. و شتو كي كتجي راه خاطره وزوينه، الطريفه ديال اللحم درت شويه ديال زيت العود، نحركو هادشي مزيان مزيان تبارك الله، جعل مزيناتو تبارك الله. المهم ها هو الطعم ديالي، قبلوا عليا انا ديش مع البريستيج في الطعم زعما راه ما كنقادوش، هي واحد الفليفله طالقه بنتها في الطعام، انا دقت غير البلول. المهم قبلوا على ما وجد، والمذاق الله يعلم، انا نيتو ما ضيقهش، مازال ما عرفتو كيف داير، وكان المنظر انا ما تحمقني صراحه. اول مره يصدق ليا واعر واعر، مره كنديرو حتى انا ما عنديش معاه بزاف. المهم راه السمن درتو
في البرمه قبل ما نسكي، حتى كاع سخنتها وحطيتها ودرت فتحتها ما شتوني درتو شويه زيت العود، صافي درت به الكسكسو، صافي هادشي اللي درت. المهم هادشي اللي درت في اليوم في فطوري وسحوري، ما درتش شي حاجه. لا بالأول.